كم ألبس؟ دي بكالوتك أنا أقول إذا صرت ما بعرف ألقى أنا بطلع بهركم و ده اصلا ماشي اسمه تيم تيم فوقنا يا حسين نو تيم تيم مجنون انا واحد يعني في الإمارة وش يعني؟ بس اللي حوت الجو ويوحف فوق في نفس العمارة أسلحة ما في الله يعني أحسن والله ما تعرف تنزل محل عدل نروح أسرع أسلحة أنا ما حصلت أكو تشالنج لنا يا شباب هرب هرب مني ما هو كفو يطلب وياي طالع راح ما شاء الله شكله احسن تجيشيني بسرعه احسن بسرعه قبل لا يجون لي قال انت لو ايش طالع عليها احمد شيل محمد روح فوقنا ما تصرف فيها دقيقه انت جاي احمد بيعلم على امه احسن انا بعطهم احسن تعال احنا تحتنا نخش جاينك لحظة محمد والله جاينك طلع انا فوق كله ما فوق كل شخص درعا اجل انا مت انا انا مت موت انا اقول لك موت من الحين احسن انا قاعد وش يلعبني هاللعبة خلاص فين بو اي اوش طلعت كذا اي هو بس شاتين ايش اسوي انا ايوه عم بيسحب احمد احمد سكرين سندويتش سكرين سندويتش ستة باص ها فمار انت متأكد انه شو اسمه في حسابك اللعبة اي في حسابي انا وايد كيف عندي اللعبة انا كيف عندك يلا من الله عندك بس ما تقدر تنزلها كيف قاعد انزلها متأكدة؟ ايه طور بشوف احمد اشها اشهاب قلت لك اتشباس ايس كريم ساندويتش سترس طور بشوف حمار سترس خلني اتشيك ارسل اليوم بس مالي ليكون شالوها اقص عليك يا رعاني واحد ما يكذب له لابدك وحاب ها كم ساندويتش واتشباس وسترس وحاب اليوم واجد لحس مخنا ما اسمع مرة ما سحبوا فلوس رجاء كل رجاء أحمد صراحة
ما تلمتونا ما ادري شلون افسرها انتم صراحه ان كنا نزلنا مكان زق ولا في ولا سلاح فرد ما في هاي الصراحه احمد شفت امشي نزلت بروحي وش سويته عشان تعرف عشان تعرف من هالثوره ها اعطاك امبوت علمك ان الله امبوت انا ريكول هاي تسلاحه زينت او طلقه واحده هاي بعد قتلني سحبهم هالهاكرات ودي احمد اياك انا في اللوبي لو ويانا دخلنا جيم خلاص شكلك التامي الضار ما دخل وايد هاي خلاص شكلك يا ساعة لك طعتني أزمة سكتي احنا شغلنا من في الديسكورد قلب ثاني احجار احجار راح ترى لما تبقى ما البحر سويت وحشاني الموتات احمد تقابل بوت احسن من تسمع صوت حسين اخوك قسما بالله لك عادي مين غبيك وش في مو راضي يضطر الشيء في ديسكور لا لا اصبر يلا بنشوف الخرف وين بنزلنا احنا ما مجبور راح تنسى خلاص همزة اكس على هالمدينة ما مجبور راح تنسى هو بنفسه ما يحبني ما يجي ما يفكره هلا لأنك ثور والله العظيم ثور غير كلمة ثور ما هتشوف أنا لك عجزت أدور كلمة ثانية أنا على أبوك يا ابن الكلبة حسين قاعدين يطلقون علي يا حسين قال الوحيد تروح ذا البوت قتل عنده اكل يا احمد عشان اخوك كلش غبي قال واحد يشبهك ساعه
تعوفك. اي والله هكذاك مو هكذاك شاينكا صعب اشوف الصراح والكلاح دو درام على محمد بموت انا خلاص روح منهم احسن هم بيقتلني هادو مصمم انه يقتلني يلا محمد شيل هذا احمد تعال بسلاح بيقتلني ما عندي سلاح كمان احمد قسما بالله انا ما ادري هي مو اول مره شيله عار احمد شيله دم اربع تراكم اي اشي اللي تشوف شلون لعبه ابن الكلب يوزي شالك احمد هاكر وبن قتهم هاكر هاكر يا احمد عفن نشكس امك حكي انا جاي ما اقول عمل لعبة بنقصوني تشمع حين منك لا احمد اطلع من هذا خندش بروحنا جاي من وانت دو طلع من لعبه بكبرها اي والله ما عندك رينبو نلعبها ما تقدر تلعب بها الحين ليش الحين بس اقدر العب فلان بنلعب هذي احنا بنلعب بالبوتات نتدرب عليها دش تدرب بروحك انا بعد ادش بروحي مشكلة ما اعرف بروحي لا مين بقول لك انت شويش دقيقة بس ابي ادرب ويا واحد فين حسن هذاك الواحد انا وارجع يكونك نوم ما بدي اشرح لا انتم هلا ابه عشان ايش قاعد اسوي لك قول له قاعد طالع ده و بديش جيم احي بديش جيم دولو سكوت